تعليمات ديال صاحب الجلالة وتطبيقا أو انسجاما مع التوصيات ديال هيئة الأمم المتحدة أن يكون للبلاد إحصاء عام للسكان والسكنة كل 10 سنين. نحن الآن في إطار التحضير لإحصاء العام للسكان والسكنة ديال 2024 شتنبر 2024، وانطلاقة الآن ديالنا هي الانطلاقة ديال وضع الخرائط ديال اللي غادي تغطي جميع التراب الوطني واللي تتعطينا واحد الصورة على ما هو موجود على هذا التراب الوطني من سكن وساكنة وأنشطة اقتصادية، أنشطة اجتماعية، أنشطة ثقافية. تكون عندنا واحد الصورة واضحة اللي تتمكننا أننا من نفلتوا أثناء الإحصاء حتى شي ساكن أو ناشط في شي محل من المحلات. نحن الآن إذن في الانطلاقة ديال هذه المرحلة الخرائطية، وغادي تنديروا واحد تجربة ديال هذه العملية اللي غادي تكون كنديروها في الجهة ديال الرباط تسلا، على أساس أن في أفريل غادي تنطلق الخرائط في جميع المغرب. هذه المرحلة الخرائطية تتبعها من بعد تكوين ديال الباحثين والمؤطرين ديال العملية، ومن بعد تجي المرحلة ديال الاستمارة والبحث لدى الأوصال. هذه المراحل كلها اللي غادي تميز بها هذا الإحصاء هي أنه كلها غادي تكون عن طريق أنظمة معلوماتية. لن يكون هناك ورقة واحدة ديال الكاغيط، كل شيء غادي يكون عن طريق الأنظمة معلوماتية. لا الخرائط ولا التكوين ديال الأطر ولا العملية الإحصائية كلها ولا النشر ديالها، بحيث نهار شتنبر في آخر شتنبر فاش ينتهي الإحصاء ديال السكان، في نفس النهار غادي يكون النتائج جاهزة وخارجة. وهذا الشيء اللي تيخصنا نعتزوا به، واللي غادي إن شاء الله غادي يجعل من هذا الإحصاء العام ديال 2024 هو امتداد للإحصاءات الأخرى اللي كانت دائما تكون مطابقة للتعليمات ديال صاحب الجلالة من جهة، والتطبيق والتوصيات ديال هيئة الأمم المتحدة أنها تتكون في المغرب كل 10 سنين. وهذه النوبة هذه غادي تتميز بهذا الجانب ديال الرقمنة ديال جميع العملية تطبيقا وانسجاما مع الرقمنة ديال التدبير ديال النموذج التدبيري للمندوبية السامية للتخطيط. Absolument, il s'apporte de sa position, il renseigne la stratégie.